الأولويات. كن فطنا في ترتيب الأولويات، ترى ما ينفعنا من عيالنا بعد الموت ما ينفعوننا. ذا اللي جاي نلبيه عب خشمي، نفداك 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 وين نفداك. وإذا جاء يوم القيامة ورطك، قال يا ربي ما قومني للصلاة ومقومني للوظيفة ومقومني للاختبار الرياضيات، ها؟ وزعلان علي يوم ما أعطيته 5000 طالب أبوي، ولا زعل علي وأنا قاطع الرحم أرفع الصوت على أمي مصيف عن صلاتي. رتب الأولويات.